سؤال الأخت ملاذ الأول، الشيخ الكريم تقول هل يجوز أن تصلي المرأة بنقابها؟ نعم، هي الأصل في الصلاة للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في الصلاة. نعم، لكن إذا كان في حضرة رجال ومن عادتها أن تنتغب وتغطي وجهها، إن شاء الله تعالى لا حرج أن تصلي بنقابها إذا كان في حضرة رجال. نعم، في حضرة رجال مثلا، يعني أدركت صلاة في شارع، في مكان عام، في مسجد زي المسجد الحرام وكذا، إن شاء الله تعالى، والله أعلم.